عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل بقية المسائل وهنبدأ بمسائل الدي ان ايه. فأول حاجة في مسائل الدي ان ايه بتحتوي في قوانين. أول قانون عندنا اللي هو كل نيوكليوتيدة في جزيء الدي ان ايه، كل نيوكليوتيدة في جزيء الدي ان ايه بتحتوي على قاعدة نيتروجينية واحدة. يبقى عدد النيوكليوتيدات بيساوي عدد القواعد النيتروجينية بيساوي عدد مجموعات الفوسفات. طيب المسألة، عينة دي ان ايه بها 500 ايه، عينة دي ان ايه بها 500 قاعدة نيتروجينية، كم عدد النيوكليوتيدات؟ يبقى الحل ان عدد النيوكليوتيدات بيساوي عدد القواعد النيتروجينية. فيبقى طالما القواعد النيتروجينية 500، يبقى النيوكليوتيدات حسب القانون بتبقى 500. القوانين التانية في الكتاب برضه في الدي ان ايه بيقول لك ان كمية الدي ان ايه في اي خلية من نوع واحد، في اي خلية جسدية يعني كبد، جلد، عضلات، اي خلية مختلفة في موقعها بالنسبة للجسم لكائن حي واحد هو نفس ايه الكمية، بيتساوى في كل الخلايا من النواحي الدي ان ايه، من نواحي اللي هو القواعد النيتروجينيه، من نواحي النيوكليوتيدات، من نواحي مجموعه الفوسفات، فدي لازم تبقى متساويه. وعدد مجموعات الفوسفات الحره زائد عدد مجموعات الهيدروكسيل اللي هو الاو اتش بتساوي دايما 2 في ايه، في الشريط الدي ان ايه اللي هو اللولب 2. ليه؟ لان احنا الشريط لو هنعمل شريط احنا خدناه في الشرح بيبقى طرفه فوق اللي هو عند الخمسة بيبقى فوسفات وعند التلاتة بيبقى او اتش، والشريط والمقابل بقية الشريط بيبقى تلاتة فوق اللي هي او اتش وتحت خمسة اللي هي ايه اللي هي فوسفات. طيب الناحية التانية ان مجموعة الادينين زائد الادينين زائد الثيامين، مجموعة الادينين زائد الثيامين، مجموعة الأدينين زائد الثيامين دول بيرتبطوا مع بعض ولازم يساووا بعض، والرابطة ثلاثية. بينما مجموعة الجوانين والسيتوزين بيبقى الاتنين بيرتبطوا مع بعض وبتساوي يعني في العدد، ولكن الرابطة ايه ثنائية. ولذلك مجموعة السيتوزين مع الثيامين يعني واحد من دول مع واحد من دول لازم يساوي واحد من دول مع واحد من دول بيساوي 100. ولذلك عينة من الدي ان ايه بها 22% جوانين، فكم نسبة الادينين؟ يبقى معروف ان الجوانين بيرتبط مع السيتوزين يبقى 22%، يبقى جوانين 22 يبقى سيتوزين 22. طب الثيامين والادينين بيساوي 100 ناقص الجوانين والسيتوزين، يعني 100 ناقص 22 زائد والـ22 التانية يعني 44، يبقى 100 ناقص 44% بيطلع 56%، وبالتالي الأدينين هيساوي 56/2 اللي هو 28%. دي مسألة التانية. المسألة رقم 3، الجدول التالي يبين النسب المئوية للقواعد النيتروجينية اللي هو الجوانين والسيتوزين والثيامين والأدينين. دي قواعد نيتروجينية عندنا. أول أرقام دي خلايا كبد، وتاني أرقام اللي تحت خلايا جلد. فالكبد هنا 21.6، 21.4، هنا الثيامين 28.2، 28.7، ودي نفس الأرقام. فبيجي يقول لك إيه، قارن بين كبد الأرنب وإيه كبد الأرنب اللي فوق، خلايا كبد الأرنب وخلايا الجلدية اللي هي تحتها. هنقول ان بالخلايا بين هنا وهنا هنلاقي ان الكميه تقريبا متساويه، الخلايا الجسميه المختلفه نفس الكائن حي تقريبا متساويه. ده دليل عن اللي هي القواعد النيتروجينيه، دليل على ان الدي ان ايه متساوي في كل الخلايا بتاعت الايه الارنب، وفي انواع مختلفه من خلايا الجسم لنفس الكائن اللي هو الارنب. اتنين بقول لك هنا الادينين، الاثنين بيقول لك مقارنه النسب المئويه بين ايه القواعد النيتريه وبعضها، هنلاقي الثيامين بيساوي تقريبا الادينين، بينما السيتوزين بيساوي تقريبا الجوانين.
ده مما يدل على ان ايه الشريط عبارة عن دي ان ايه مزدوج. المسألة اللي بعديها اللي هناخدها اللي هي اذا كان تتابع النيتروجين، اذا كان تتابع القواعد النيتروجينية، تتابع القواعد النيتروجينية في قطعة من احد شريطي جزيء الدي ان ايه بتساوي، هنشوف التتابع هنا، هيجي هنا يقول لك 5، هنا عمل 5، دي 5 النيتروجينية، دي 5، بعد الـ5 هنا ايه كده عندنا جي، وبعدين كده هنا تي، وبعدين سي، وبعدين سي، وبعدين ايه، وبعدين تي، انا طالع لفوق عشان ايه تظهر في الايه في الصورة، وبعدين ايه، وبعدين تي، وبعدين جي، وبعدين نقط، وبعدين 3. المسألة هنا في حاجة مهمة، النقط الأول اللي هي دي، النقط اللي هي دي، والنقط اللي في الآخر اللي هي دي اللي هي قبل الـ3 وقبل الـ5، ده دليل على إن ما جبناش كود البدء وكود الإيه، كود البدء اللي هو اللي هنا ده زيرو اللي قبل الجي، وكود الوقف اللي هو بعد الجي هنا، فما جبناش كود البدء وكود الوقف. بقول لك ما هو تتابع القواعد في الشريط الآخر من هذا القطع؟ تتابع القواعد هنروح عاملين بدل 5 هنكتب هنا 3 تحت، ونعمل النقط الـ3 ولا الـ4 اللي عاملهم مع هذه، ونيجي للجي هنكتب مكانها سي، وللتي هنكتب مكانها ايه، وهنكتب مكان السي جي ومكان السي جي والاي تي والتي اي اللي هو الاي والتي مع بعض والسي والجي مع بعض، فالجي نكتب سي وهكذا، فده التتابع. يبقى ايه، كتبنا التتابع، ونكتب بدل الـ5 3 وبدل الـ3 5. نمرة 2 بيقول لك القواعد المحددة ما الدليل أو الأدلة التي استندت عليها في تحديد تتابع قواعد؟ القواعد المحددة إن الثيامين مع الأدينين بيكملوا بعض، الثيامين مع الأدينين، فتي لازم نكتب الإيه، والجوانين مع السيتوزين بيكملوا بعض، قواعد إيه نيتروجينية متزاوجة ومتكاملة، فإيه هنكتب الإيه مع الثيامين والجي مع السيتوزين. فدي المسألة التانية كده خلصناها. آخر مسألة في الباب، تكون كل لفة على الشريط الواحد لجزيء الدي ان ايه من 10 نيوكليوتيدات، ولما يكون ده الجزيء اللي ايه في الشريط الواحد، ولما يكون في شريط مزدوج هتبقى كم نيوكليوتيدة؟ هيبقى 10 شمال و10 يمين، هيبقى 20. أي أن عدد اللفات على الشريط المفرد لجزيء الـ DNA بيساوي 10 نيوكليوتيدة، بينما عدد اللفات في اللولب المزدوج لجزيء الـ DNA بيساوي 20 نيوكليوتيدة. بقول لك عينة من الـ DNA تحتوي على 600 قاعدة نيتروجينية، تحتوي على كام؟ على 600 قاعدة نيتروجينية، تحتوي على إيه؟ على 600 قاعدة نيتروجينية. طيب مالها دي؟ فكم عدد اللفات من هذه العينة؟ كم عدد اللفات في هذه العينة؟ دي قاعدة يعني عندنا 600 نيوكليوتيدا، فنيوكليوتيدا 600، عشان نجيب عدد اللفات نقسم على 20، نقسم على ايه؟ على 20، لأن الشريط هيبقى مزدوج، هيبقى مزدوج، يبقى هيبقى فيه هنا فردة شمال وهنا فيه فردة يمين، يعني هنا 10 في اللفة وهنا 10 في اللفة، ففي المزدوج 20، في الفرد تبقى 10. هو جاب لنا 600 هنا قاعدة نيتروجينية وما قالناش، فاحنا نقول عدد القواعد النيتروجينية في جزيء الدي ان ايه بيساوي عدد النيوكليوتيدات، يعني بيساوي 600، اذا عدد اللفات في جزيء الدي ان ايه، وهنكتب بين قوسين مزدوج، هنقسم على 20، وإذا عاوزه فردي نكتب فردي وهنقسم على 10، فهنقسم على 20 هيطلع عدد اللفات 20 على 600 بقت 30. بكده احنا خلصنا مسائل الانواع، مسائل بتاعت الدي ان ايه. احنا كنا اخدنا المسائل بتاعت تخليق البروتين النوع الاول والثاني، هناخد دلوقتي تخليق البروتين لاخر نوع اللي هو النوع الثالث في الشريط الجاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنسوش تفعلوا الجرس.